السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا متابعي طقس العرب في السعودية، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية التي سنتحدث فيها عن تفاصيل الحالة المطرة السوقية التي تؤثر على المملكة منذ عدة أيام ويتوقع أن تستمر خلال الأيام القادمة. نهار اليوم سادت أجواء غير مستقرة في العديد من المناطق، تركزت الهطولات المطرية في المنطقة الجنوبية الغربية، أجزاء من المنطقة الوسطى وأيضا أجزاء من المنطقة الشرقية. المحاور الرئيسية التي سنستعرضها في هذه النشرة ستكون حول الحالة المطرة السوقية والتي ستبقى مستمرة خلال الأيام القادمة واشتدادها لاحقا تحديدا خلال النصف الثاني من الأسبوع، وأيضا انخفاض ملموس على درجات الحرارة متوقع في المنطقة الشمالية وأجزاء من المنطقة الوسطى. هذا بالآن وإياكم من أخرات توزيع الأمطار المتوقعة خلال نهار اليوم بإذن الله وحتى يوم الأربعاء، حيث تبقى المنطقة الجنوبية الغربية تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي. هذه الحالة تمتد حتى المنطقة الوسطى وتمتد حتى المنطقة الشرقية خلال ساعات مساء يوم الاثنين على الثلاثاء. خلال ليلة الاثنين على الثلاثاء أيضا تبقى فرصة الأمطار واردة في مناطق واسعة من المملكة تشمل العاصمة الرياض، حيث تعطل زخات من الأمطار في العاصمة الرياض خلال هذه الليلة، أيضا تمتد نحو حفر الباطن وتمتد حتى المنطقة الشمالية، منطقة الحدود الشمالية وأيضا أجزاء من منطقة الجوف خلال ساعات نهار يوم الثلاثاء بإذن الله. خلال ساعة عصر وليلة الثلاثاء أيضا تشمل هذه الأمطار المزيد من المناطق الشمالية مع استمرارها بالتأثير في المنطقة الوسطى والمنطقة الجنوبية الغربية خلال ساعات ليل الأربعاء أو ليل الثلاثاء على الأربعاء، حيث تتسع هذه الحالة الماطرة خلال النصف الثاني من الأسبوع تحديدا اعتبارا من يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، كما ذكرنا تتسع وتشتد هذه الحالة من جديد بسبب تدفق لهواء بارد في طبقات الجو العالية، هواء بارد من جديد يعمل على إعادة الفعالية الجوية في مناطق واسعة من المملكة، كما ذكرنا تشمل أيضا السواحل الجنوبية الغربية، أيضا المرتفعات الجنوبية الغربية، وتمتد حتى المنطقة الشمالية عبورا أو مرورا بالمنطقة الوسطى والشرقية ومنطقة حفر الباطن. نذهب الآن وإياكم لخرائط توزيع درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام القادمة، حيث تبقى المنطقة الشمالية تحت تأثير كتلة هوائية باردة نسبيا، درجات الحرارة تبقى أقل من معدلاتها بقليل، طقس بارد نسبيا خلال ساعات النهار في المنطقة الشمالية المنطقة الوسطى أجزاء من المنطقة الشرقية. خلال ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس، تقارب أو تلامس درجات الحرارة الصفر مئوي خاصة فوق مرتفعات تبوك وأجزاء من منطقة الجوف، ويتشكل الصقيع في تلك المناطق، بينما تكون درجات الحرارة ما دون العشر درجات مئوية في باقي المناطق الشمالية الشرقية والوسطى، بينما تكون درجات الحرارة أكثر دفئا في المنطقة الجنوبية وأيضا المنطقة الجنوبية الغربية خلال ما تبقى من هذا الأسبوع. نذهب الآن وإياكم إلى العاصمة الرياض وتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث تبقى الفرصة مهيئة لهطول زخات من الأمطار، 17 درجة مئوية فقط كحرارة دنيا، أما الملموسة 17، نسب رطوبة عالية بفعل هطول الأمطار 93%، أما الرياح تكون بين الخفيفة والمعتدلات السرعة. نبقى في العاصمة الرياض وتوقعات الجوية للثلاث أيام القادمة، تبقى الفرصة مهيئة لهطول زخات من الأمطار خلال الأيام القادمة، يوم الاثنين 25 إلى 17 درجة مئوية، يوم الثلاثاء 23 تنخفض درجة الحرارة 23 درجة مئوية كحرارة عظمى، الصغرى 16 درجة مئوية، يوم الأربعاء تبقى الأجواء باردة نسبيا، فرصة لهطول زخات من الأمطار تصبح رعدية خلال ساعات الليل من يوم من ليلة الأربعاء على الخميس مع 17 درجة مئوية فقط. بهذا ننهي نشرتنا للقاء.